First of all, congratulations for winning Step Ahead Most Valuable Player. This is for you. I think it's very important, especially for a team like us. You know, we're a little unknown, kind of overlooked, so it's important to come in here and, you know, set a tone, you know, and let everybody know that we're here to compete. Thank you very much. Congratulations. Thank you. على الثري بوينتس واحد من تنتين اغلب اللعيبه كانوا شايفين على الثري بوينتس وسجلوا بنجاح وهنا درايف مش معقول دائما عند اسيتانا الهجوم عن طريق دافون جونسون زيرو بوينت لغايه الان هو هذا اللاعب الهداف المفروض يراقب ثري بوينتس يصير عم بيكون اون فاير مش معقول اربعه فيبا وصل لكره السله بطولة ممتازة والقائمين على هالبطولة عاملين شغل أكثر من رائع وحاليا الثري بوينتس وشغل روعة حاليا السان بوي لسه ما عنده خبرة كبيرة وإن كان حاليا عم بيلعب أول مباراة له مع شباب الأهلي في بطولة الفاينل 8 أول الثري بوينتس في البطولة عن طريق أسيتانا